والنهارده كمان يمكن في ذكرى تاريخيه عمرنا ما هننساها، عمرها ما هتتنسى من ذاكره جماهير وعشاق النادي الاهلي. النهارده ذكرى التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا الخمسه في تاريخ النادي الاهلي. وطبعا المباراه الماراثونيه دي يمكن اللي اكدت انه النادي الاهلي هو بالفعل ملك الدقيقه 90، وبيحسم بطوله قاريه خارج ارضه من يعني امام خصم عنيد هو الصفاقسي. شايفين حضراتكم الجول اللي دخله ابو تريك، ويمكن قدرنا نفوز في استاد رادس بهدف رائع جدا لابو تريكا في اللحظه دي. وده اللي الحقيقه انا بشوف يمكن منزله وقدر ابو تريكا بدات من هنا وبعد كده توالت عند الاهلاويه. كابتن صحيح طبعا هدف قاتل في وقت صعب جدا، واعتقد كل جماهير النادي الاهلي دايما عندها مباريات تاريخيه ما بتتنسيش. هذه المباراه في رادس هي من المباريات اللي عمر جماهير النادي الاهلي ما هتنساها. طبعا التعادل الايجابي كان في القاهره، وكان الموقف صعب جدا جدا، واستضفنا نجوم كان عندهم كواليس كبيره جدا عن مانويل جوزيه. واهم الكواليس اللي اتقالت ان حتى بعد مباراه يعني بعد مباراه الذهاب هنا في القاهره 1-1 كان اكيد كان في فرحه كبيره للصفاقسي في غرف الملابس بعد المباراه، ودخول مانويل جوزيه عليهم في بعد المباراه مباشره وقال لهم كلمه، قال لهم افرحوا دلوقتي لكن احنا هناخد البطوله هناك في رادس. وده فعلا اللي اتحقق، وكان حاطط سيناريو اكتر من رائع. يمكن السيناريو ده يعني لو اتكلمنا عليه بيبقى من يعني من العجائب في كره القدم، ان مانويل جوزيه كان بيشرح للعيبه احنا هنشتغل ازاي وهناخد الكاس دي ازاي. يعني بيقول لهم احنا هنلعب بطريقه هنقفل بشكل مميز، احنا هنكسب في الدقائق الاخيره، وكل دوت وده كل ده حصل. وهي بطوله غاليه على اللعيبه. وخلينا نتكلم ان كمان هذا الجيل العظيم اللي كان مع النادي الاهلي ومع مانويل جوزيه في الفتره ديت، اعتقد جماهير النادي الاهلي يعني ما كانتش يعني نفسها في حاجه الا وما جاتش. بنكسب صح. دوري وكاس وبطوله افريقيه وبناخد السوبر الافريقي وبنروح على كاس العالم. اسماء كبيره جدا، وان شاء الله الاجيال دي بتتوالى، وان شاء الله الجيل الحالي ان شاء الله يكون عنده هذه القدره على الانجازات الكبيره. فعايز اقول لك ذكرى جميله جدا، ودايما جماهير النادي طبعا طبعا ان شاء الله خفال خير. يعني ان شاء الله يمكن احنا يعني بنحصد البطولات على المستوى الافريقي بشكل جيد جدا. البطوله اللي جايه بطوله كبيره، عندنا منافس قوي، لكن دايما الذكريات والتاريخ دوت بيدينا كمان بيدينا امل وبيدينا دافع. ومن المباريات التاريخيه طبعا على المستوى الفني، على مستوى توقيت الهدف، على مستوى تحضير للمباراه. انت ملك الدقيقه 90 صحيح في اللحظه دي. يعني ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ونتفائل خير ان شاء الله.